وعن الاستعداد للنظام العالمي الجديد تحدث معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في جلسة بعنوان منعطف تاريخي لنظام عالمي جديد، هل نحن جاهزون؟ أكد معاليه على ضرورة لحاق المنطقة بركب التطور وإعطاء الأولوية لتغيير السياسات والأنظمة لمواجهة التحديات، مشددا أن دولة الإمارات تسير على نهج في بناء الجسور والصداقات، وأن قمة النقب لم تتناول فقط مسألة إيران والعلاقات مع إسرائيل، بل ركزت على إيجاد طريق للعمل سويا لتحقيق الازدهار في المنطقة. وعن النزاعات قال قرقاش أن الأزمة في أوكرانيا ستغير بشكل جذري النظام العالمي وأن عواقبها ستكون وخيمة، مؤكدا على ضرورة التوصل لحل سياسي ووقف إطلاق النار وتجنب التصعيد.